صباح الفل على حبايب قلبي، حبايب قلبي اللي انا بحبهم وبموت فيهم. مشتريات جديدة وقمر على اليوتيوب الحلو ده، يعتبر ده من اكبر برضو الفيديوز بتاعت المشتريات. الحاجة دي كلها من سمول بيزنس بتاعي، للي ما يعرفش عندي سمول بيزنس ببيع فيه رفيع مطبخ وحاجات كتير حلوة كده. تمام، تقدري ان انتي تتفرجي على كل الستوريز وكل الحاجات اللي انا بنزلها اول باول على اكاونت الانستجرام بتاعي بتاع الشغل، او تاخدي سكرين شوت من الفيديو تدخلي تقوليلي انا عايزة القطعة دي او كده. بس عايزة افهمكم حاجة، كل الحاجات دي خلاص خلصت اوريدي، بس ممكن تدخلي تقوليلي ميرا اول ما الحاجة تيجي قوليلي عشان انا عايزاها. اول ما الحاجة هتنزل تاني هقولك الحاجة جت. عشان تتفرجي على الستوريز بتاعتي اول باول سايبالك لينكات الانستجرام بتاعتي، لينك البيج بتاعت الفيسبوك واللينك بتاع برضو الانستجرام الاساسي، وسايبالك اللينكات بتاعتي تقدري تكلميني على اي اكاونت. بس فاهمين، انما في بنات بتدخل تقولي احنا عايزين نطلب وما عندهمش انستجرام وما عندهمش فيسبوك. طب هتطلبي على اساس ايه؟ لان في بيانات كتير هاخدها منك، في ديبوزيت انا هاخده منك. انا ما بطلعش الاوردرات بتاعتي من غير ديبوزيت، وفي اوردرات انا باخد التمن بتاعها كله. تمام، فعشان بس تكونوا عارفين مش بطلع اي اوردر من غير فلوس مقدما. تمام، فتعالوا كده نتفرج، واللي يعجبه حاجة بقى يقولي. اوكي يلا بينا يلا بينا. اول حاجة اللي انتوا شايفينها هناك دي اهي، دي الاباجورة. هطفي النور وهوريها لكم، بجد خطيرة. شوفوا لي الحلاوة والجمال والقمر دي على شكل سحابة، خطيرة بجد تحفة. ايه الجمدان ده، اقسم بالله. بصوا كده النور فتحته، ده شكل الاباجورة كده وهي مولعة، شكلها تحفة قوي قوي قوي. طبعا الاباجورة بتاعتي بذمة الله، اللي متابعني عارف ان ايزابيلا خلاص دمرتها، دمرت صحتها، مفيش اباجورة من الان بسبب ست هانم. ايزابيلا دمرتها لي، ده شملتها لي على الاخر، فجبت الاباجورة الامورة قوي قوي دي، حلوة جدا جدا جدا، الماتيريال بتاعتها خطيرة. اللي عايزاها برضو تعملي لي كده سكرين شوت حلوة كده وتبعتهولي، وان شاء الله لما تنزل تاني اكيد هنزلها وهقول لكم. برضو اي حاجة في الستوريز بتنزل بتكون موجودة فوري، فاهمين. بنوتة بقى قمر طلبت مني الترينينج ده، انا مش هقدر افتح الحاجة عشان حاجة الناس ما تتبهدلش وكده، بس انتوا شايفين الماتيريال بتاعته قد ايه خطيرة وقد ايه تحفة. ده من نايك، ده الهاي كوبي بتاع نايك على فكرة يا جماعة. الماتيريال بتاعته وهم وهم وهم، يا رب بس الحاجة تعجب الناس. كان فيه اسدال صح، بس الاسدال خلاص صاحبته استلمته، هنزل الفيدباك بتاعتها لانه هي عجبها جدا جدا، وانا مبسوطه ان هو عجبها. اي حد بيستلم اي حاجه بستنى رايه بسرعه رهيبه، اللي هو قولوا لي يا جماعه طمنوني الحاجه عجبتكم ولا لا، فاهمين. فبكون عايزه اعرف كده رايهم في الحاجه، بكون بجد 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 يعني متحمسه جدا. تمام، ده شكله لونه بيش كده وليه سوسته، طبعا هو شكله خطير وان شاء الله تلبسه. بس وهخليها توريني الصورة وتوريني الفيدباك بتاعتها. تمام، نجيبه ده كده. بصوا بقى، ده طقم الايزابيلا، انا جايبه الايزابيلا ده شكله، بس انا اخترت اللون ده منه. بصوا الشورت بتاعه ستراس كده ولونه جراي اهو، خطير يا بنات خطير بجد تحفة اهو كده شكله. تمام، والتي شيرت بتاعه ده اهو اهو، وهنا من ورا كده ارنوب حلو، يا لهوي جميل 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 بجد. وهمني اول ما شفته، قلت طبعا ده من نصيب ست هانم ايزابيلا. تعرفين ان الصيف بيحب اللبس الكتير وكده للاطفال، فطبعا كان لازم يعني ان انا اجيب لها حاجه كده من ضمن الاوردر بتاعي طبعا طبعا يعني، فلازم والله. وجبت المرون تي شيرت بس ما وصلش للاسف، للاسف كان خلص. كنت جايبه لنفسي حاجه برضو في اللبس، للاسف برضو ما جاتش، فاتضايقت بس قلت عادي يعني مش مهم، انا على وضعها يعني. الاوردرات جايه كتير، الاوردرات جايه كتير. اوكي بصوا، واحده طلبت مني التربو ده، بصوا ده كده العصيان بتاعته، هو ثلاثة. انا مش عارفه بصراحه هو طريقه تركيبه ايه يعني، بس هو اكيد يعني ليه طريقه معينه كده اكيد يعني. هو اهو كده، مش استنى هوريكو الحاجه بتاعته. اه هو طريقه تركيبه سهله على فكره، مش صعبه خالص،
بس هو قصير شوية يعني، هو قصير اهو كده، ودول كده اهم. تمام، ده شكله. الاستانلس بتاعه يا جماعة رهيب 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 رهيب، بصوا بصوا الحلاوة. الاستانلس بتاعه بجد خطير، تحفة. اديله 1,000,000 من 10 بجد، يعني اديله بجد بجد 1,000,000 من 10. ده شكله. دي كمان سويت، السويت اللي هي المغربية الأصلية دي بتأخر، بس مش هقدر افتح اكتر من كده، بتأخر نمو الشعر، وكمان بتقلل من الألم، بتفتح الجسم جدا جدا، بتسيب ريحة جسمك عطرة وحلوة. ده برطمان نص كيلو كده يا بنات، اللي عايزاه برضو تقولي. خطير جدا، انا جربته لما عملت سويت لنفسي، وكمان جربته لما قبل الفرح وكده، لما واحدة جت عملت لي سويت وكده، فبجد كان خطير، والشعر طلع بعديها تقريبا بشهرين وشوية، فعجبني قوي قوي قوي، فعشان كده يعني طلبته مني اول ما شافته، لانها مجرباه كذا مرة معايا. تمام، وجبت طبعا جهاز إزالة الوبر لوحدة يعني وكده، شافته عندي وجربته من عندي، أول ما لقيته بجد وهمي، قالت لي لا انت تطلبي لي واحد حالا، في نفس اللحظة قالت لي اطلبي لي واحد، يعني هي حتى ما استنتش ولا أي حاجة، لا ده فجأة كده اطلبي لي يلا حالا حالا. قلت لها حاضر والله لما اطلبه كده أول ما يوصلي هجيبهولك، وفعلا يعني وصلي كده وهديهولك. تمام، دي شوية هدايا اللي بياخد مني اي اوردر بديله هدية، بصراحة بتبقى هدية رمزية بس عشان يفتكروني يعني وكده. تمام، حاجة من باب الذوق برضه يا جماعة يعني. ده كده كريم، كريم اللي هو بتاع رو افريكان، انا حاطه في عبوة، وهدي كده لوحده، وده كده معطر للشعر، ودي كده كابسلز بتاعت ماسكوت. تمام اهو، تعالوا بقى نشوف الحلاوة اللي بعد كده. بصوا بقى، ده بقى بتاعي خطير، ده كلمة قليلة، تحفة. التمثال ده يا بنات رهيب، ده ديكور كده هنعمله مع بعض كل الديكوريشن. اخلص بس كده التنظيفات، ايه ده هو الاضاءة اللي قالت لي كده، اخلص بس التنظيفات، وبجد بجد بجد هتنبهروا باللي انا هعمله في الشقة، جايبة شوية حاجات خطيرة، تحفة تحفة تحفة. الماتيريال خطيرة قوي، عجبني جدا بجد. شايفين التفاصيل، عايز بس مسحة كده، وطبعا مطرب. بصوا التفاصيل بتاعتها، بصوا اللون الذهبي، انا بجد بجد موهومه بالحلاوه والجمال. ايه ده، ايه التحفه دي، اقسم بالله بجد خطير قوي، يا رب يعجبكم برضو، خطير وسعره برضو ولا حاجه، يعتبر بجد ولا حاجه بالنسبه للماتيريال. ده كده ماسك للستاره، اتنين مع بعض كده في عبوه واحده، برضو شكله خطير جدا جدا وعجبني قوي. ده واحده برضو طالباه، سعره برضو مش عالي خالص، سعره عبيط قوي بالنسبة للماتيريال. بصوا هو فيه كده من هنا جوهرة، بصوا اهو انا بوري فيه اهو، ايه الجمال ده، تفاصيله روعة، تقيل كده الماتيريال بتاعته، خطيرة كده وماسك نفسه، مش اللي هو ايه، مش نايف نفسه كده ولا حاجة، لا ده ماسك نفسه كده رهيب رهيب رهيب. وبعد كده معايا ايه بقى، بصوا بقى جبت لنفسي ده الاعشاب الهندية دي، خطيرة، سعرها عالي شوية بس بصراحة انا حاسة انها تستاهل وزيادة، يعني بجد حاجة لشعرك هتطول شعرك وتعالج التساقط وتقلل الهيشان معاكي وترطبه، كل ده يستاهل، لا يستاهل وشوية كمان يعني. بصوا كده، دي اعشاب هندية فيها املة وفيها بقى شوية حاجات هندية. يا جماعة انا اي حاجة هندية انا في عشقها، انا دايبة في اي حاجة هندية يعني، بصوا تقولوا اللي تقولوا انا بعشق الهند جدا، ونفسي ازورها، بحب الممثلين بتاعتها، وبحب البلد، وبحب الافلام، بحب التفاصيل، بحب التقاليد، بحب اي حاجه بيحطوها، فالهند بالنسبه لي عشق، فجبت الاعشاب دي من عندهم خطيره. بصوا شايفين شكل الاعشاب، انا لسه ما فتحتش العبوه، هفتحها معاكم وهحط كمان فيها الزيت معاكم، وكل التفاصيل دي هنعملها مع بعض. تمام، جبت كمان دول، دول كده بتوع ناس، مش حاجه ليا، الحلقانه اللي هي الاستانلس الاصلي يا جماعه، بصوا خطيره بجد 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 خطير، تحفه تحفتين ثلاثه كده اهو، ده شكله روعه روعه روعه. اتنين طلبوه مني يعني وكده، هو استانلس، ايوه استانلس، استانلس ستيل، احنا بنقول استانلس ستيل او استانلس، استانلس ستيل ايوه استانلس ستيل مش مهم بقى النطق يا جدعان، المهم ان هو خطير، شكله تحفة جدا رهيب
رهيب رهيب رهيب رهيب رهيب. ايه الجمدان ده بجد. اتنين برضو طلبوا مني الكوسترز دي. واحد وقع. كوستر جلد اهو، اتنين كوسترز جلد اهو، ده شكلهم 6 قطع. العبوة دي فيها 6 قطع، حلوة قوي 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 برضو. عجبتني جدا برضو، حلوة قوي للناس بتعمل ديكوريشن ذهبي والحاجات التفاصيل الجامدة دي. واحدة برضو طلبت مني 3 دبل دول، بس لازم تجيبي لي مقاسك اهو. ده مقاس 9 اهو، ده مقاس 9. هما هي ايوه هيدخلوا، بس ايه مش داخلين فيا، مش عارفه انا بحطهم في الصبع اللي في النص ده صعب قوي. بس يا جماعه حشرتهم. اروح اغسل ايدي دلوقتي. خلاص طلعتهم اهو. حطهم كده هنا. ايزابيلا اللي خرمت ده يا جدعان، ايزابيلا دي خرابه بجد، بس مش بتاع حد غريب عشان كده عادي يعني. لو كان بتاع حد غريب كان زماني صوتت ولطمت. المهم بقى ده كده روب الابيض برضو هفرشه معاكم، وهعمل كل حاجه معاكم ما تقلقوش، هنظبط كل حاجه. ده شكله اهو، تحفه يا بنات، تحفه تحفه تحفه. انا معايا منه الاسود، جبت الابيض بقى عشان اعمل بيه ايه شويه حركات وتركات وكده. دي كمان واحده طلبتها البرو اللي هي السبورت دي الاصليه، عشان في واحده مش بتكون اصليه وكانت بتتباع تحت في المحلات يا بنات. دبلت من كذا واحدة صاحبتي لسه مورياني، واحدة صاحبتي دلوقتي بتاعتها دبلانة جدا بعد استخدام 2 3 ولا 6 شهور. دي انا معايا من انها لحد دلوقتي ولا دبلت ولا وسعت ولا تهرولت ولا جرالة اي حاجة خالص. شكلها خطير قوي، تحفة جدا، وبرضو في اللبس بتكون خطيرة. يا رب بس تعجب اللي طلبوها. طيب بصوا بقى كده، ده كده طقم اهو خطير. تعالوا اوريك واحدة واحدة. اولا الطقم ده مكون من 3 مجات اكليريك على شكل بطة، في منهم شكل فلافيل وفي شكل القطة، ودي برضو بطة اهي الوان مختلفة، واللون التالت اللي هو لون اخضر. تمام اهو ده شكله. الغطيان بتاعتها اهي معاها، الغطيان التلاتة دول ودول كمان، تخيلوا. هوريكوا معاها ايه، مش بس كده، ده بقى اللي يخليكم يعني بصوا مبسوطين قوي بالحاجة. معاهم ال3 شفاطات دي، ومعاها كمان الستاند الخشب ده. انتوا متخيلين، متخيلين بجد كمية الحاجات اللي معاها، وسعره عبيط قوي. ده انا فاكر سعره تقريبا، ده سعره 300 جنيه بس. يعني في ناس بتبيع ده لوحده كده بالشفاطة ب120 و100 جنيه، وقولوا حتى لو قلتوا 90 جنيه او 80 جنيه حسبوها في التلاتة بس، بيبيعوا من غير الشفاطات ومن غير كمان قطعة الغيار التانية ومن غير الستاند الخشب. انتوا فاهمين؟ فاللي هو الاوردر ده كسبانة فيه، انت كسبانة يعني، انت كده كده كسبانة فيه مش كلام، فاهمين؟ فبجد جماعة الحاجة عندي رخيصة، والماتيريال بتاعتها زي ما انتم ما شايفين قدام عينيكو، يعني مش اللي هو مش عارفين او كده. تمام ده رايح لواحدة هدية من ضمن الهدايا بتاعت الاوردرز، عشان هي طلبت مني كذا مرة، فاللي بيطلب مني حاجات كتير بيعدي الالف وكذا مرة بديله هدايا ايه سمينة شوية. ده كده انا جايباه لاختي اللي هو البني الستان، هوريكم الماتيريال بتاعته لان انها اختي، فنفتح براحتكم. بصوا خطير، بصوا بصوا الشياكة والحلاوة، ولونه كمان جاي حلو جدا، تحفة يا بنات، تحفة تحفة تحفة، رهيب. اهو كده تمام. تعالوا بقى اوريكم الباقي، استنى عشان احط الكرسي بس، فايه عمال اتلخبط. بصوا بقى الشموع دي برضو واحدة طلبتها مني، ده بالفانيلا وده بريحة عطر الحب. هي ريحة كده مقربة للورد شوية، بس عارفين لما تكونوا حاسين في ريحة رومانتك، هي ريحتها رومانتك بس انتوا مش عارفين تحددوا ريحة ايه بالظبط، فاهمين؟ فده كده شكلهم، حلوين جدا برضو، والاسعار بتاعتهم حلوة قوي. على فكرة دول مش اللي موجودين في السوق، دي ماتريال مستوردة، هم صينيين يعني ميد ان تشاينا، او اليد للاستيراد. بجد حلوين جدا جدا جدا. كمان بعد كده بصوا بقى دي حلوة قوي، هجيب منها لنفسي. دي كده صينية، تمام صينية كده زجاج اهو، وبيليها كده رجلين، الرجلين بتاع شكلها حلوة قوي، وهي كده مراية اهو، بس برضو مش عايزة اجيبها عليا بس كده. شكلها تحفة جدا جدا جدا، وستالس برضو يا جماعة اصلي اهو،
خطيرة 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 بطريقة انتوا مش متخيلين. عجباني برضو قوي، ودي لما شفتها وشفت الماتيريال بتاعتها قلت بصراحة ان انا هجيب منها. جبت بقى لنفسي الكافر ده للمايكرويف اهو، خطير، وسعره عبيط قوي برضو، يعني سعره اقل من 100 جنيه، سعره 80 او 90 جنيه، خطير. بس جبت الماتيريال بتاعته اللي هي مش بتقشر ولا يعني بتتأثر بحرارة الميكرويف، لاني جبت واحد قبل كده وسايح، عشان تكونوا عارفين يعني في حاجات كتير قوي بتبقى نفس الشكل بس مش نفس التفاصيل، فاهمين. جبت بقى السليبر ده مش ليا، الحاجة دي مش ليا يا جماعة، تمام، يعني الحاجات دي مش ليا. دي ده سليبر كده اهو، ده شكله خطير قوي، الماتيريال بتاعته حلوة على فكرة يا جماعة. في منه التقليد اللي انا لابساه شكله حلو ولكن خفيف، ده مش خفيف، ده تقيل، وسعره يزيد عن الخفيف تقريبا 50 جنيه فقط، يعني انا لابساه 175 وخفيف، ده تقيل. وصندل تقدري ان انت تعمليه صندل كمان اهو، خطير ولونه كمان تحفة. ده ينفعك بقى في المصيف، ينفعك بقى وانت عايزة بقى تقعدي كده، فاهمين، هينفعك في حاجات كتير قوي 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 للبيت، يعني ده اهم حاجة. كمان جبت بقى الترمس ده، واحدة برضو طلبته. الترمس ده ليه كوبايات اهو، معايا كوبايتين وفي كوباية لازقة هنا، يعني معايا 3 كوبايات، هوريهولكوا، عايزة افتحه عشان ده بتاع واحدة يعني مني، فاهمين اهو. دي الكوباية التالتة اهو، شكله برضو تحفة، ينفع للسفر للرحلات للبيت، برضو تحطوا فيه شاي كده وتفضلوا تشربوا، يعني معايا 3 كوبايات، خطيرة، والباكج بتاعه تحفة. الشنطة دي جاية معاه، فالباكج بتاعه رهيب، كل حاجة فيه رهيبة، بصوا ينفع هدية حلوة قوي قوي قوي. تعالوا بقى نشوفوا آخر حاجة، آخر حاجة يا بنات، وهو التربو ده. التربو ده اللي هو الأسود، دول 4 دور، تقيل جدا، الماتيريال بتاعته خطيرة على فكرة. في ماتيريال منه سيئة، وواحدة جربته وقالت لي انا معايا ماتيريال سيئة، انا عايزة الماتيريال التقيلة، فجبت لها ده، خطير يا بنات جدا، وبجد شكله بيبقى شيك قوي في المطبخ، هيعجبكم قوي، هتوع على ضمانتي، بجد تحفة. سعره عبيط برضو قوي، بصوا سعره بره ب1400 جنيه يا جدعان، وفي الصفحات، انما انا ببيعه ب950 جنيه فقط، انتوا متخيلين، خطير، تحفة تحفة تحفة. والله يا جماعة ببيع باسعار ضئيلة جدا، مع اني بدفع والله شحن رهيب، بدفع كمية حاجات رهيبة، وبدفع كرتون وبدفع فودافون كاش، فاهم يعني، انا بجد بفكر اغلي، بس خايفة برضو يعني اللي هو الناس برضو يا جماعة عارفين اللي هو ايه، مش عايزة برضو اعلي على الناس قوي، فممكن اغلي بس الحاجة 10 او 20 جنيه فقط، انما لان انا بجد بجد بدفع وبجي على نفسي جامد قوي في المصاريف، غير الوزن، كل ما وزن الحاجة يزيد انا بدفع شحن اعلى، انتوا اكيد فاهمين وعارفين ان بيشتغلوا اونلاين وكده، بس فداكو. اهم حاجة بتعجبني بجد وبفرح بيها لما حد يستلم حاجة ويقول لي الماتيريال بتاعته حلوة قوي، او ايه ده، ايه الجمدان ده، او كده، انا بتبسط جدا فوق ما تتخيلوا. الحمد لله يا رب. كده الفيديو بتاعي خلاص، اللي عايزة اي حاجة تدخل تكلمني، والدنيا هتتظبط يعني، وهجيب لكم كل حاجة، وتابعوا الستوريز بتاعتي على انستجرام. بس يا جماعة معلش انا متأسفة، مش باخد اي اوردر من غير ديبوزيت، وساعات كمان بخليك تدفعيلي المبلغ كامل، تمام، وتقريبا في معظم الحالات انا بخليك تدفعيلي المبلغ كامل مكمل، يعني ده نظامي معلش يا جدعان. وببعت الحاجة بريد، لو انتي من اسكندرية بتبقى في حالة خاصة بقى، تمام، يعني لو مثلا اوردرك عامل 2000 جنيه، انا ممكن استلم منك 1500 وال500 عند الاستلام، انا ما اقدرش طبعا ان انا اجيب لك حاجات مثلا ب2000 جنيه ومثلا تبعتي لي ديبوزيت 500، لا، ما عادي انت ممكن تضحي اصلا بال500 وتاخدهمش، وانا البس الاوردر ب2000 جنيه، تفهمين. فمعلش عشان خاطر يعني في ناس بجد بتعمل شويه حاجات غريبه كده، يعني بقول الحمد لله اني معايا ديبوزيت، لان هم بيستلموا بالعافيه. طب انتوا بتطلبوا ليه؟ اسمع علينا، يعني كل ده هيعدي. يلا باي حلوين، استنوني في فيديوهات جايه كتير.